سلام على من اتبع العقل ونبغ النقل وفكر. عسلامة. هذه فيديو قصيرة باش نعملها باش نقول لكم اللي عملت فيديو وحطيتها على الموقع متاعي labidikam.com وسوف أبثها أيضا على الفيسبوك سواء الصفحة متاعي محمد كريم العبيدي أو البروفايل متاعي محمد كريم العبيدي زاد نفس الشيء، لأني لا أستطيع أن أضع هذه الفيديو على اليوتيوب وهي تتعلق بموضوع موت أختي سميرة العبيدي. أنتم تعرفوا اللي الفيديو اللي قبلها اللي وجهت فيها رسالة إلى أختي سميرة العبيدي قبل موتها بعشرة أيام تم حذفها من طرف يوتيوب بدون أي أسباب. أنا فسرت في الفيديو اللي عملته واللي يدوم تقريبا ساعتين وهو طويل علاش يوتيوب أحذف الفيديو بدون أي أسباب، بدون أي إنذار، بدون أي تحذير، بدون أي شيء، لأن يوتيوب مع تظاهر فيه ما يؤمنش بالحرية الفكرية وما يؤمنش بالإنسان لازم يعبر على أفكاره. لكن من حسن الحظ ما فماش كان يوتيوب، أنا حطيتها على الفيسبوك يوم زاد فيسبوك يحذفها، وحطيتها على ديلي موشن، وحطيتها على الموقع متاعي اللي حتى حد منجم يحذفها على الموقع متاعي مهما كان. أنا الكلام اللي قلته الكل سواء في الرسالة سواء في الفيديو هذه عندي الأدلة عليه، معناتها وعندي كل شيء ما يؤكد الكلام متاعي. إذن معناتها ما نعرفش علاش يوتيوب معناتها حذف هذيك الفيديو، وحتى كي طلبتو شكون اللي قالو باش يحذف الفيديو مع الأسف ما حبش يعطيني شكون. على كل حال تحت الفيديو هذه لو تلقاو الربط متاع الفيديو سواء على الموقع متاعي سواء على الفيسبوك، ويمكن تشاهدوها ويمكن تحملوها تليشارجوها ويمكن توزعوها على أوسع نطاق، لأن النهضة والإسلاميين يقومون بتعتيم إعلامي كبير جدا حول موت أختي سميرة وحول اعتناقها الديانة متاع براهما بابا وحول خروجها من الإسلام وارتدادها من الإسلام، وطبعا خروجها من النهضة هذاك الشيء مسلم، وإنها معنتها كانت تحب تتحرق كالمعتقد متاعها. المهم أنا مانيش باش نطول عليكم في الفيديو هذه، ونطلب منكم باش توزعوا هذيك الفيديو على أوسع نطاق لتكسير التعتيم الإعلامي التونسي الذي يريد أن يبقى الشعب جاهل بالحقائق الموجودة. لأن كما نقول لكم ونعود نقول لكم إن الحرية هي أكبر خطر على الإسلام. لو نعطيه الحرية للناس باش تتكلم وباش تنقد الإسلام، الإسلام لا يمكن أن يقاوم. الإسلام لا يعيش إلا في المنع والتحريم والقتل والإرهاب الفكري والجسدي. المهم كما أوجه إلى المشاهدين يعني يتبعوا في الفيديوهات متاعي أني باش نواصل الفيديوهات حول الديانات والمعتقدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، وكما تعرفوا باش نتكلم حول الديانة الدينية كما هي اليوم، ومن هناك ننطلق إلى بقية المعتقدات الأخرى والتفرعات التي أدت إلى ظهور أنذ المعتقد عرفته الإنسانية وهو المعتقد الإبراهيمي أو ما يسمى بالديانات السماوية ومن بينهم الإسلام. شكرا لكم وأشكركم وأقول لكم كل سنة وأنتم بخير، 2017 للجميع، وتحروا وما عادش تخافوا ونحيوا الخوف وما عادش تخافوا من حتى إنسان مهما كان، لا أبوكم لا أمكم لا عائلتكم لا المجتمع متاعكم. راهي الحياة تمر بسرعة ولا قيمة للإنسان بدون الحرية. وشكرا ومع فيديو قادم وبسلامة.